بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس البطاء عما أمرت به، الصراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق. اللهم صل عليه صلاة تزيل الشك والريبة من النفوس، وتنزل الطمأنينة والسكينة على جميع المؤمنين. وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وصل اللهم على ولديه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسين والحسن بن علي. اللهم وصل على القمر الزاهر والبدر الباهر، حجتك على خلقك وأمينك على كتابك، محيي السنن ومميت البدع، نهج الحق وطريق الصدق، الإمام المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أخوتي أخواتي، أود أن أتحدث بخدمتكم حديث الأب لأبنائه والأخ لإخوته بموضوع قد يشغل بال الكثير منا، وهو من المواضيع الاجتماعية التي كثر الطلب والحديث حول إيجاد حلول لمشكلة أساسية، ألا وهي، سأبوب المطلب على النحو التالي حتى أدخل للمشكلة. طبعاً الأمم عادة تفتخر بما عندها من ذخيرة علمية أو ثروات أو ما أشبه ذلك. بعض الأمم تفتخر بتاريخها، والبعض يفتخر بحاضره. حقيقة نحن أمة
لو أردنا أن نجمع مصادر القوة والخير عندنا لكنا في المراكز المتقدمة حضاريا، لكن تبرز بعض المشاكل والتي تركت فنمت وتشعبت وأصبحت حالة تحتاج إلى حل. ولعل الذخيرة التي يفترض وفيها أيضا الحالة الحالية نفتخر بها هي شريحة الشباب، والشباب هو عنوان الفتوة وعنوان الحياة في كل أمة. هناك حركة دائما الشباب حالة من الفتوة، حالة من الحركة، يدل على أن البلد بلد حي، ليس بلد عجائز، ليس بلد لا يوجد فيه نمو. لا أقصد من العجائز فيه مثلبة والعياذ بالله، هذا العمر الطبيعي الإنسان يمر له، لكن هناك عمر تؤشر فيه الحالات الإيجابية ولا قدر الله الحالات السلبية. اليوم شبابنا يعاني من مشاكل كثيرة وكبيرة، وأنا سأتحدث بشفافية في صلب المشكلة، وهي مشكلة اجتماعية. أعيد، هي عبارة عن مشكلة اجتماعية. يعني الواحد منا يخرج إلى الساحة العامة، يخرج إلى الأسواق، يخرج إلى المصانع، سيرى حالة الشباب الكثيرة. وطبعا عندما أتحدث أنا لا أعمم العبارة، وإنما أتحدث لأبين المسؤولية الملقاة. طبعا الحمد لله البلد فيه من الشباب الواعي الكثير الكثير، لكن عندما أتحدث عن بعض الجوانب التي يفترض أن لا تكون. ملخصها، هؤلاء الشباب علينا أن لا نجعلهم ضحية. أنا أتحدث عن كل من له تأثير، الأب، الأم، المواقع الإدارية، المواقع الاقتصادية، المواقع العلمية، المواقع السياسية. أقول هناك صورة حقيقية يجب أن نقرأها. إلى أين أنتم ذاهبون بشبابنا؟ عندما نأتي إلى العمر الذهبي للشاب سنراه يقضى في المدارس. هذا هو العمر الذهبي للشاب، وستكون معه ذكريات حلوة أو مرة. بالنتيجة بعد 7 سنوات تتلقفه المدارس، ويبقى في هذه المدارس إلى أن يبلغ 22 أو 24 من عمره. زهرة شبابه ستكون في المدارس، والمدرسة عبارة عن مصنع، عبارة عن مكان تصنع فيه الرجال، وعبارة عن تربية لا بد أن يتحملها هذا الشاب حتى يأتي إلينا بعد ذلك والأمل معقود به. أنا عندما أذكر في العبارات التهليل بالبدء في الخطبة الأولى، واقعا عندما أصل إلى فقرة أبنائي
أختار الكلام المناسب لهؤلاء. فعلا أنا أراهم الأمل، أنا أراهم الغاية، أنا أراهم السواعد التي يمكن أن تبني أي بلد. لكن هل ما موجود فعلا يرضي الطموح؟ الجواب كلا. الأسرة تعاني من فلتان أبنائها، المدرسة تعاني من كسل طلابها. قلت أنا لا أعمم، أنا أتحدث عن بعض الحالات التي بدأت تتفشى. أنتم أيها المسؤولون عن التربية، لاحظوا هذا العنوان المقدس، أن الإنسان يكون مربي، وواقعا هذا العنوان يجب أن يرن في آذان كل من يتصدى لعملية التعليم، أن الإنسان يكون مربيا. ومعنى التربية عبارة عن حالة مقدسة، أن الإنسان يربي أحد على فضيلة وعلى خلق وعلى قيم. لماذا نكون بطريقة أو بأخرى نضحي بشبابنا؟ الشباب الآن سينقمون على بعض الذي يحاول أن يحرفهم عن خلقهم، عن طينتهم، عن هويتهم، عن تربيتهم، حتى عن أسرهم. حالة من التفكك الآن في الأسر بسبب ضياع الهدف عند الشاب. الشاب مملوء فتوة، لكن جعلوا عقله فارغاً لغاية وغاية. أيها الشباب، قد أنتم الآن في عمر لا تتفهمون جدوى هذا الكلام، لكنكم ستحفظونه في المستقبل. عليكم أيها الشباب أن تكونوا بمستوى وعي كبير. الوقت يمضي والوقت يضيع، لكن أنتم لا تضيعون، أنتم لا تضيعون. المدارس الآن أمامها مسؤولية تاريخية، أخلاقية، اجتماعية. عندما تأتي بهذا الولد أو البنت إلى المدرسة، عليها أن تصوغه صياغة يكون عنصرا نافعا. لا تؤثر المدرسة سلبا عليه. ولو شئت أن أأتي بأمثلة لذكرت أمثلة نبدأ ولا ننتهي. وكثير من الشكاوى الآن في هذه المرحلة، الشكاوى من عدم التربية الصالحة، الشكاوى من عدم الاهتمام بمراحل التربية عند الطلاب، الشكوى من التسيب الذي يحصل. لا توجد أمة لا تراقب ذخيرتها. أنتم أيها الشباب ذخيرة البلد، لا تجروا وراء عوامل تحبط من إرادتكم. أنتم الآن المعدن الطيب، أنتم الآن الأمل، أنتم الآن الذي تعقد عليكم الآمال. أنتم تعلمون ما هي الآلام التي بذلت من آبائكم حتى تصلوا إلى ما وصلتم. أنت أيها المعلم، أنت أيها المربي الفاضل، أرجوك أن تحفظ هذا العنوان عندك، لا تتنازل عنه. أنت مربي، وهذا العنوان نحن نقف إجلالا لهذه الوظيفة. أنت مربي، والتربية تحتم عليك وظيفة أخلاقية، وظيفة عرفية، وظيفة شرعية، وظيفة وطنية، أن تربي هذا الطفل على محبة البلد، على احترام القيم، على أن يكون عنصرا نافعا، على أن يكون عالما. من الآن ازرع فيه محبة العلم،
من أين نأتي بالعلماء؟ هؤلاء أبناؤنا، علموهم كيف يقضون الأوقات. هذا طفل إذا نشأ نشأة سيئة سيكون عال علينا. علموا الأولاد كيف يقضون الوقت، علموا الأولاد في أن يهتموا بالأسر، لا تجعلوا الأولاد يتحللوا عن الأسر. الأسرة عماد، والأسرة أمر نفتخر به. نحن نتحدث عن الأبناء وعن البنات وعن الأخوة والأمهات والآباء بكل عبارات التجليل والتعظيم، لابد أن تكونوا بمستوى تحمل هذه الألفاظ. لا نترك وظيفتنا. نعم توجد مشاكل، أنا لا أقول أن الأمر مفروش بالورد، توجد مشاكل، لكن الرجال الرجال الذين يصنعون في المشاكل، الرجال الذين يجعلون المشاكل خلف ظهرانهم. وقد رأينا وسمعنا أن أناس وشباب والله كانت فيهم قوة تعادل ما شاء الله من الشباب، وفي ظروف جدا صعبة، لكنهم جعلوا الظروف خلفهم وما شاء الله اندفعوا بكل ما يملكون، وهم عناصر مهمة لبلدهم، لأسرهم، لآبائهم، لأمهاتهم، لمجتمعهم. الشاب إخواني، أعيد، الشاب ذخيرة البلد. من المسؤول؟ أيها الأب، أرجوك أقبل أياديك، أعطي وقتا لولدك. أيتها الأم، أقبل رأسك من وراء حجاب، أعطي وقتا لابنتك. مارسوا عملية التربية. هذا الظرف الذي نعيشه لا تفرطوا بالعقد الأهم في حياتنا وهم الأبناء، بعنوان مشغول، بعنوان ليس لي وقت. تبا لهذا الشغل الذي يقصيك عن أولادك، ولهذا الشغل الذي هو أهم من شغل أبنائك. أي شغل أهم من أبنائك؟ أي مسؤولية أهم من الأبناء؟ أعطوا وقتا لأبنائكم. الأمور تسير بطريقة سيئة، بعض الأمور يندى لها الجبين. والله نعم هناك أسر جزاهم الله خير، وهم كثر، وهم كثر، يهتمون اهتماما بالغا في الأولاد. هنيئا لكم، وسترون آثار هذه التربية على أولادكم سريعا في كل معاني الخير والمودة والرحمة، وستفتح كل أبواب الخير في وجوههم. أنا أتحدث عن قلة، لكن هذه القلة كالسرطان، هذه القلة كدودة الأرض، إنما تسري سريانا سيئا علينا. انتبهوا أيها الأولاد، انتبهوا، استنصحوا. أنتم في عمر الفتوة، كثير من الأمور غائبة عنكم، استنصحوا، لا تخجلوا من النصيحة. الإنسان إذا نصح استنصح الآخرين، معنى ذلك شاركهم في عقولهم. من شاور الناس شاركهم في عقولهم. تعلم على أن تعلم، على أن تتعلم من الكبير، من الذي أكثر خبرة. عود نفسك على أن تختار الصحيح. وأنتم أيها أعيد، لأن هذا هو العنصر المهم، كثير من الأولاد يتأثرون بالمربي أكثر مما يتأثرون بالأب، كثير من بناتنا يتأثرن بالمربيات أكثر مما يتأثرن بالأم. فعلى المربي، على المربية، مقصود المربي بالعنوان العام، معلم، مدرس، أينما يكون، عليكم أن تفرحوا بهذا العنوان، تحمد الله على هذا العنوان، لكن لا بد من إعطائه حقه. على كل حال، في النفس غصص من هذا الموضوع، لأنه مؤلم وإن قل، لكن يحتاج إلى همة، ورب همة أحيت أمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا في أبنائنا كل خير، وأن يرينا في بلدنا كل خير،
سائلا الله تبارك وتعالى بمن نحن بجواره أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.